كل الناس اللي هي دايما اللي هي المفروض ان احنا نعمل ايه، نتواضع بالنعمه، تلاقي ناس طول الوقت بتشير على السوشيال ميديا. كنت لسه بقى، استني بقى حضرتك، بصي والله يعني اقول لحضرتك ايه، انا مش من النوع اللي هو ايه كل حاجه، لا انا محسوده او كده، بس انا يعني نجمي خفيف وبتحسد على طول، معرفش ليه. لحضرتك يا عمر. الله يخليك يا حبيبتي، ده من ذوق. بس فعلا انا بلوم على بعض اخواتنا اللي علشان يجيبوا ترافيك او يجيبوا لايكات او حاجات زي كده، ينشروا تفاصيل تفاصيل بيتهم وولادهم وحياتهم، وده قد يعني قد يؤذي الاخرين. ان انا مثلا ايه لما ادخل المطبخ واشير مثلا عامله اكله، ما هو ممكن يبقى حد قاعد ما عندوش امكانيه انه يعمل الاكله دي، فيبص لي حتى يحسدني من غير ما هو يبقى قاصد مثلا. او مثلا يعني نشير بقى اولادنا ورحلاتنا ده في ناس بتشير لحد ما بيدخلوا الحمام يغسلوا سنانهم ازاي. انا والله مش عارف، فبيحصل الحقيقه يعني. انا بس اتعلمت ان ايه، لا بيحصل حاجات مش كويسه. هو احنا كده بنعمل ايه؟ بنستنفر النفوس الضعيفه الهشه ان هي تحسدك. انا كده بستجلب العين، بلم العين عليا. ليه؟ لان انا طول الوقت بشير على السوشيال ميديا، انا النهارده حاسه بالسعاده، بعمل مش عارف ايه، ما اجيش انا طول الوقت اعمل الحركات دي وبعدين اجي اشتكي من الحسد. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. ويقول الشاعر: اذق غيرك من نعمتك تصفو سريرته ويتمنى بقائها. الله. ولا تتعالى بنعمه على فاقد فتكوى بنار انت اشعلتها. ما تجيش انت طول الوقت تشعل النار حواليك وفي الاخر تقول انا خايف من الحسد. يبقى نهدى وبلاش. اسمها الحصن الثاني، تواضع بالنعمه. بشوف طول الوقت حتى بين الاصحاب ما بين بعضهم، واثنين اخوات انا عارفه ان اختي جوزها على قده وحالته الماديه، على ما اجيش انا جنب اقعد جنب اختي، اصلا انا كانت هديه عيد الحب جوزي جاب لي مش عارف ايه. واقعد اصحاب حتى يعني ارجوكم، ان لما جوز حضرتك يعمل معاكي حاجه لطيفه يعني انا مش لازم اعرفها يعني، او جارتك مش لازم تعرفها، او حتى اختك يعني. لا بس الاخت مش هتحسد، بالعكس يعني اعتقد لا احنا ممكن نعيش مع ناس يعني ممكن اخواتنا نحسد بعض. نحسد بعض ليه بقى؟ ونحسد نفسنا، ممكن نحسد نفسنا، وممكن نحسد نفسنا في نظره كده ممكن الإنسان يبص فيها على ممتلكاته، بتبقى فيها نظرة سلبية، هي دي بتضيع أحد أو بتضيع النعم اللي عندك. إيه النظرة دي؟ نظرة الفخر والعجب والكبر. أنا ولادي أحسن من ولادك، أنا عربيتي أحسن من عربيتك، أنا عندي فلوس أكتر منك، أنا شغلي أحسن من شغلك. جابوها منين العلماء دي؟ جابوها من قصة أصحاب الجنتين من سورة الكهف. أيوة. لما خد صاحبه وقال له تعالى فرجك على ممتلكاتي، أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. فالعلماء بيقولوا يعني إيه ظالم لنفسه؟ إنه ذكر فضله نفسه ونسي فضل ربنا عليه، فعرض سخط ربنا عليه. انا كده انا ممكن احسد نفسي. الناس اللي بتقول لك بالبلدي كده ما يحسد المال الا اصحابه، ودي جايبينها من القران. لا وفي حاجه تانية برضو، فكره العجب او ان انا احسن، انا اغنى، انا عندي عربيه اشيك. ابليس عمل كده مع انه كان من العابدين، يعني من اكثر الملائكه العابدين لله، لكن لما افتخر قال له انا افضل من كل الملائكه وافضل من هذا الانسان اللي انت خلقته، فربنا سخط عليه كمان. صحيح، صح كده. ولازم كمان في نقطه مهمه جدا ان احنا نعرفها، تقبل النقص البشري. لان زي ما حضرتك بتقولي احنا ممكن اخواتنا يحسدونا، بتحصل. ليه بقى؟ لانه احنا في الاخر، في الاول وفي الاخر احنا بشر، احنا مش ملائكه نازلين. لان انا ببص لاختي هي اتجوزت احسن مني، هي عايشه حياه، طب ما انا احنا الاثنين اذا الاصحاب أو تقول لك يعني ازاي مثلا هي اشتغلت شغلانه احسن مني، دي كانت معايا في الفصل، دي كانت ناكل سندوتشات فول مع بعض، دي ساكنه معايا في الشارع، وهي فجاه داخله بعربيه مش عارف شكلها ايه. ده حتى على مستوى الزماله، انا مثلا زميلي نفس الدرجه العلميه بتاعتي مثلا او نفس كذا ونفس كذا، اشمعنى هو اترقى وانا لا؟ اشمعنى هو بيشتغل شغلتين ثلاثه وانا لا؟ اشمعنى هو مثلا حتى في شغلانتنا يعني في كل الاعمال، اشمعنى فلان بياخد اجر كذا وانا لا؟ ده يعتبر حسد. تقبل ده حسد. ليه بقى؟